based on you and how are you. النهاردة جاية علشان أكلمكم في موضوعين. الموضوعين هما أول حاجة هكلمكم عن القدر بتاع ربنا في نتيجة الثانوية العامة، وإنك مهما عملت مكتوب لك حاجة وهتاخدها ونصيبك وهتاخده. أطمن الدفعة الجديدة بتوع التابلت اللي خايفين جدا من موضوع التابلت. وتاني حاجة هكلمكم عنها هو موضوع اللي حصل معايا في النتيجة، أو يوم النتيجة وإيه اللي حصل فيه بالظبط. فلو أنت مهتم بالموضوع بليز keep on watching. حاجة لازم تكونوا عارفينها كويس جدا، وإنكم وده اللي هيطمنكم وإنكم متخافوش خالص في الثانوية العامة، ألا وهو المكتوب مكتوب. يعني إيه؟ أنت مكتوب لك إنك تخش كلية كذا، مهما عملت أو مهما حاولت إنك تعمل هتخش الكلية كذا، لأن ده قدرك ومكتوب، ومهما جريت منه القدر هيفضل يلاحقك فين ما كنت. فلازم ما تكونش خايف ولا تكون متوتر إنك داخل ثانوية عامة. عادي، اعتبرها سنة زي أي سنة. طبعا مهما قلت ومهما عملت مش هتقدروا تخلوها أو تعتبروها زي أي سنة، لأن زي ما احنا عاملين مكبرينها قوي، واللي هو بعبع الثانوية العامة. ولكن حاول على قد ما تقدر انك ما تخافش. انا كنت خايفة انا داخلة ثانوية عامة، بس بقيت احاول ان انا اقلل من التوتر لغاية ما الحمد لله دخلت الامتحانات وما كنتش خايفة. كويس جدا ان الثانوية العامة دي نصيب، واللي مكتوب لك مكتوب لك. في ناس كتير بتواجه تعب او مشاكل في حياتها الصحية هي اثناء الثانوية العامة، وبتعطل من انتاجها او من مذاكرتها علشان تجيب مجموع معين. لو انا اتكلمت مثلا عن نفسي، فانا كنت يعني بحاول على قد ما اقدر اعمل اللي عليا، وكنت برجع من الدروس واذاكر فبس. ولكن لما كنت في اللجنه في حاجات كتير غلطت فيها، ما كانش ينفع اغلط فيها، وده مش الحاجات اللي انا ممكن اغلط فيها. فسبحان الله، يعني حاجات بجد كنت عارفاها وغلطت فيها، فده سبحان الله. يعني اللي هو انا قريت السؤال كذا مره وركزت في السؤال وبرضه حليته بطريقه معينه، وكانت الطريقة دي غلط. ولما طلعت وقالوا لي الإجابات عرفت إن الإجابات اللي أنا حقلها من أول ما سمعت بس إنهم قالوا الإجابة عرفت إن أنا إجابتي غلط، من كتر ما أنا عارفة إن السؤال ده إجابته كذا. ولكن أنت وبتكون في اللجنة بتبقى مسخر أو مهيئ إنك تحل الإجابة دي بطريقة معينة علشان تجيب مجموع معين عشان تدخل كلية معينة. فأنا بقول الكلام ده كله ليه؟ بقول الكلام ده كله ليه علشان الدفعة الجديدة. الدفعة الجديدة طبعا كلهم داخلين والتابلت ومش هنجيب مجموع والمجاميع العالية دي خلاص انتهت. عايز اقولك على حاجة، ان مهما حصل او حتى اتطربقة السماء على الارض، الكلية اللي مكتوب لك تخشها هتخشها. ما تخافش بقى نظام تابلت او مش نظام تابلت، انت اللي مكتوب لك هتخشه وما تخافش. اهم حاجة تحاول تعمل اللي عليك، ما تقولش بقى ان احنا دفعة تابلت هنغش وهنعمل، لأ، لان ربنا مش هيبارك لك في اللي انت جبته لو انت غشيت. ناس كتير غشت، وسنتنا ناس كتير غشة وجايبة مجموع، وطبعا ده أثر علينا احنا اللي كنا بنجتهد وبنتعب ومغشناش ولا حرف. كل اللي غشوا دلوقتي مقصرين علينا وجايبين مجاميع عالية وهيخشوا كليات قمة وهياخدوا مكان في كليات القمة، واحنا اللي تعبنا وذاكرنا واجتهدنا ومغشناش مش الله أعلم هنلحق نخش ايه. هم كتير جدا اللي هيقع في كلية ومش هيقدر يكمل، ومنهم اللي هيقدر يكمل وهيطلع دكتور فاشل، وكل دي هيحصل. فأول حاجة أو أول نصيحة بقول لكم عليها هو إنكم تذكروا وتعملوا وتحاولوا، يعني تحاولوا أكيد طبعا لأن مفيش حد بيعمل اللي عليه، تحاولوا إنكم تعملوا اللي عليكم وما تغشوش. وأهم حاجة إنكم ترضوا ربنا، لأن كل دلوقتي قاعدين، الدكاترة قاعدين، المهندسين قاعدين، يعني الدكتور زي اللي دخل، يعني اللي دخل طب زي اللي دخل تجارة زي اللي دخل تربية، كله محصل بعضه. فأهم حاجة إنكم ترضوا ربنا بس، مش يعني تجيبوا مجموع وتفرحوا الناس والدكتور راح والدكتور جه وانت اصلا مش عارف اي حاجة. طيب، ده النصيحة بتاعتي. اول حاجة انكم تذاكروا كويس، ما تغشوش مهما حصل. شفتوا الناس بتغش جنبيكوا، ما لكمش دعوة بيهم. اهم حاجة انك تجتهد وتحاول تعمل اللي عليك، وبعد كده كل النتيجة والدرجات اللي هتجيبها والكلية اللي هتخشها دي حاجة مش بتاعتك. فبطمنكم انكم تحاولوا تعملوا اللي عليكم وبس، الباقي مش بتاعكم. الحاجة التانية بقى اللي عايزة اكلمكم عليها وهي ايه اللي حصل معايا يوم النتيجة.
يوم النتيجة أصلا كان يوم أنا ما كنتش قاعدة فيه في البيت هنا، ما كنتش في بيتي يعني، كنت مسافرة وفي محافظة تانية مش في محافظتي الأساسية. بس كنت قاعدة، بيقول إن النتيجة هتظهر الساعة 2 بعد ما يعرضوا أسماء الأوائل. طبعا هتلاقوا إشاعات كتير قبل يوم النتيجة، كل اللي يقولك النتيجة بكرة، وبعد كده شوية تلاقي يقولك النتيجة يوم الأربع، وشوية تانية يقولك النتيجة بعد قليل. كل دي إشاعات هتلاقيها في الثانوية العامة وروابط كتير. الناس بتستغل الفرصة للطلبة وبتوتر أعصابهم علشان يكسبوا أو ينتفعوا ماديا. مالكمش دعوة بالحاجات دي، تابعوا بس صفحة الوزارة. المهم بعد ما تابعت صفحة الوزارة وكده، كنت متابعة من صفحة الوزارة، ما كنتش بخش أي لينكات كده ولا كده. فبيقول إن النتيجة هتبقى يوم الثلاث الساعة 2 الظهر. طبعا الواحد بيبتدي إنه يتوتر ويعني ويخاف شوية شوية كده. بس رحت بعد كده، جت يوم الاثنين بقى، حصل فيه ايه؟ طبعا كان انا ما كنتش لوحدي في ثانويه عامه، كان معايا في نفس البيت، مش توأم يعني، ولكن هو قريبي كان معايا في نفس البيت برضو، كان في الثانويه العامه. فكنا كلنا قاعدين، كلها يعني عيلته وعيلتي، كنا كلنا متجمعين طبعا متوترين ومش عارفين نعمل ايه، والموضوع شويه وتر. كله كان قاعد صاحي ومستنيين النتيجه. فضلنا صاحيين صاحيين شويه، نقرا قران شويه، نتكلم في الموضوع النتيجه شوية، نتكلم في مواضيع تانية، وشوية أتوتر شوية أخفف عن نفسي. يعني كان يوم شوية صعب، يمكن كان أصعب من أيام الامتحانات بالنسبة لي. بس ففضلنا قاعدين صاحيين لغاية تقريبا الساعة 8، قلنا خلاص احنا نروح ننام ونصحى نكمل نستنى 8 الصبح. بس كلنا رحنا يعني، رحنا نمنا وريحنا، يعني يعتبر ريحنا مش نمنا، لأن احنا بعدها بساعتين صحينا على طول. صحيت على أسماء الأوائل في على صفحة على الفيسبوك، فكنت قاعدة عمالة أسمع الأوائل. أول ما سمعت إن الأوائل بتوع علمي علوم كلهم مقفلين، طبعا بدأت إن أنا أتوتر. ليه أتوتر؟ المفروض كده إن أنا أفرح علشان الدرجات هتبقى رافعة. لأ، ده بدأ يوترني، لأن ده محصلش في أي سنة من السنين، إن يبقى العدد ده كله مقفل في علمي علوم، ده محصلش قبل كده. فطبعا توترت وخفت وقلت أكيد هتبقى الدرجات رافعة، ولو حد جاب مجموع قليل مش هيلحق حاجة. بس رحت بعد كده، فضلت خلص مؤتمر الأوائل على الساعة 11 تقريبا، حاجة زي كده. بعد كده رحت، فضلنا بقى احنا مستنيين النتيجة. دخلنا على اليوم السابع، وكل شوية بعد قليل نخش على موقع تاني، بعد قليل نخش على موقع تالت، بعد قليل، بعد ما كان بعد ساعات باقي بعد مؤتمر الأوائل بعد قليل. فضلنا قاعدين مستنيين. المشكلة إن بعد قليل ده موضوع يوتر، يعني هو كان المفروض يعد عد تنازلي يقول إن هتظهر الساعة كام، لأ هو بعد قليل سايبها كده اللي هو إيه مع نفسيكم. فكنت قاعدة مستنية بقى اللي هو بعد قليل دي، مش عارفة لغاية إمتى هتخلص قليل دي، وقاعدة مستنية النتيجة. قالوا إن هتظهر الساعة 2، والوزير قال إن هتظهر الساعة 2. فضلنا قاعدين مستنيين لغاية الساعة 2، ما ظهرتش حاجة. بعد كده بدأت بقى تزيد الأقاويل، إن الناس بتقول هتظهر الساعة 3، وناس تانية تقول هتظهر بعد ساعتين. المهم الواحد تعب خلاص وتوتر خالص، وما كانش قادر، لأنه مش عارف النتيجة هتظهر امتى، ومش عارف هجيب كام، ومش عارف ايه اللي هيحصل في مستقبله. فبقينا إن احنا، رحت أنا قلت خلاص أنا أروح أنام. كانت الساعة 3 إلا 10 تقريبا، فدخلت علشان أنام. بس قلت قبل ما أنام كده أفتح لي الصفحة أشوف فيها ايه، يمكن اتغيرت بعد قليل لبقيت بعد شوية ولا حاجة. فاللي هو ايه، فتحت الصفحة لقيت رقم الجلوس. انا المفروض اكتب رقم جلوسي علشان تظهر النتيجة. اول ما شفت الكلمة اصلا من غير ما اكتب رقم جلوسي، طلعت لهم قلت لهم النتيجة ظهرت واحنا المفروض نكتب رقم الجلوس دلوقتي. قعدت اكتب رقم الجلوس وانا متوترة كده، ورحت بعد كده ظهرت النتيجة. اول ما شفت الرقم رحت اديت التليفون لماما ودخلت جوه هتعيط. راحت بعد كده ماما اول ما شافت الرقم برضه بتقولي ده بجد ومش عارفه ايه، وقعد برضه تعيط. كنت احاول ان انا اصور لكم اللحظه دي، بس طبعا كان كله في البيت والدنيا دوشه وانا رايحه جايه اصلا، ونسيت ان انا كنت المفروض ان انا اصور اللحظه دي، والفيديو طلع وحش، فما قدرتش ان انا ايه اطلع لكم يعني اللي حصل بالظبط هنا. كان نفسي بس ما حصلش نصيب. المهم ان انا جبت في الاخر 97 وستة وخمسين 97 و56%. لغاية دلوقتي يعني اعتبر ان انا مش عارفة هخش كلية ايه ولا هيحصل معايا ايه، ولكن عارفة ان كل اللي هيحصل معايا خير، وان ده نصيبي وانا خدت نصيبي.
ناس كتيرة تانية كانوا متوقعين ان هم ممكن يطلعوا اوائل على الجمهورية، وللأسف جايبين درجات اقل من 90%. ناس تانية متوقعناش اصلا منهم ان هم ممكن يجيبوا مجموع، وجايبين مجموع في ثانوية عامة نصيب، يعني كل واحد هياخد نصيبه في الاخر، وهتتفاجئوا بحاجات غريبة. ناس كانت فوق بقيت تحت، وناس بقيت كانت تحت بقيت فوق. فالموضوع هيبقى غريب معاكم وهتتفاجئوا كتير في الوقت ده، فلازم تكونوا مستعدين نفسيا من قبل ما تبدأ السنة كده الجديدة، انكم تكونوا عارفين ان ممكن يحصل معاكم اي حاجة في ثانوية عامة، بالذات في الدفعة الجديدة انتوا ممكن يحصل معاكم اي حاجة في ثانوية عامة، تتوقعوا حلم وتتوقعوا وحش، لانكم مش عارفين ايه ممكن يحصل معاكم. بس فانتوا لازم وتعملوا اللي عليكم وترضوا ربنا، وتحاولوا انكم تلتزموا بالمذاكرة وبالصلاة وبالدعاء، ادعوا، لان ممكن بيقولوا ان الدعاء ممكن يغير القدر. بس فدي نصيحتي ليكم، ما تتوتروش ما تخافوش، كله ان شاء الله خير، والمكتوب مكتوب، وكليتك اللي هتخشها هي احسن كلية بالنسبة لك. وبس كده خلص الفيديو، يا ريت اكون اديتكم دفعة للدفعة الجديدة وللدفعة القديمة، اللي يعني دفعتنا اللي حصل فيها، طبعا دفعتنا كانت كورونا وبهدلة ولغت الدروس من شهر 3، وما بقيناش نروح الدروس من شهر 3، وتعبنا نفسيا، وكنا نازلين واحنا اصلا خايفين ان احنا ممكن نتصاب او نصيب اي حد من عيلتنا. بس الحمد لله كله عدى على خير، وطبعا احنا اصلا كنا بنشكر ربنا ان احنا عدينا من امتحانات ثانوية عامة اصلا على خير، وان احنا امتحنا كل الامتحانات وما حصلش اي حاجة. وبعد كده نحمد ربنا برضو تاني على المجاميع اللي احنا جايبينها، مهما كانت هي ايه المجاميع دي، كل ده خير، كل ده عشان يدخلنا كلية معينة، وهي دي الكلية اللي فيها الخير لينا. فانا كنت عاملة الفيديو ده علشان اول حاجة ان انا ادي دفعة للدفعة الجديدة انها ما تخافش من النظام الجديد، وتاني حاجة علشان الدفعة اللي هي دفعتي يعني والدرجات اللي جابتها ما تزعلش، على كل واحد ما يزعلش على درجته اللي هو جابها. مش معنى انك جبت 99 يبقى انت احمد زويل، واللي جاب او اينشتاين، واللي جاب 77 يبقى هو فاشل وملوش اي ستي لازمه. لا، ده مش لازم، ممكن يبقى واحد شاطر جايب مجموع قليل وما كانش متوقع انه يجيب المجموع القليل ده، ولكن لازم تكون عارف كويس ان ده الخير ليك. ويا ريت يكون عجبكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو اعملوا لي اشتراك علشان هنزل فيديوهات جايه ان شاء الله احسن احسن بكتير. ولو لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واعملوا لي شير، علشان لو حد قلقان او حد خايف من الدفعات الجديدة او حد زعلان من الدفعات القديمة يهدي كده نفسه شوية ويرتاح. الموضوع مش مستاهل كل ده اصلا، كلنا هنا بالذات في مصر يعني الموضوع مش مستاهل اصلا، كلنا محصلين بعضنا في الاخر. وبس، سلام.